احنا بنختم معاك، تعالى كده نشوف اراء الجماهير في السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه. توقعاتكم لنتيجه مباراه الاهلي والعين الاماراتي، في جرعه تفاؤل ولا الناس مترقبه؟ تعالوا نشوف تعليقات الجماهير على الصفحات السوشيال ميديا. ميدو بيقول مباراه صعبه بس لعبت الاهلي رجاله وقدها وان شاء الله 2-1 للاهلي. وسام وامام، طيب البدايه مبشره. نشوف تعليق تاني معانا. خالد بيقول ان شاء الله 3-1 للنادي الاهلي، الاهداف وسام والشحات وطاهر. يا مسهل. ابو عصام بيقول 2-1 للاهلي، وسام وعاشور ان شاء الله باذن الله. في تفاؤل؟ انا في تفاؤل وفي اسباب كتير. طيب طيب هشام بيقول ان شاء الله الاهلي يفوز 2-1 الشحات وكهرباء. حماده ابو جبل اخر تعليق معانا، ان شاء الله الاهلي يكسب 2-1 وسام وحسين الشحات. توقعك يا كابتن احمد، هل تتفق مع الجماهير ولا شايف النتيجه ممكن تكون قريبه او نتيجه كبيره؟ انا اتفق، لان انت دلوقتي لو هتاخد بالك من الاسماء انت بتتكلم في 5 ممكن يسجلوا او 6، ودي حاجه فعاليه ايجابيه. انت بتتكلم في الشحات ممكن يسجل، بيرسي تاو ممكن يجيب، طاهر ممكن يسجل، امام ممكن يسجل، وسام ابو علي ممكن يسجل، انت عندك 7-8 ممكن يسجلوا، مع لو الضربه ثابته ممكن ياسر ابراهيم، ممكن رامي ربيعه قبلهم عبد المنعم. اعتقد ان كل الاساليب دي ترجح كفه النادي الاهلي. ان شاء الله بكره اتوقع الفوز للنادي الاهلي لتحقيق البطوله باذن الله. ونحسمها بدري بدري، مش محتاجين نستحمل ان شاء الله تعب اعصاب الاكسترا تايم او ركلات الجزاء الترجيحيه.